معنا لاله ساميه، النجله ديال لاله نجاه تابو، اختاريتي ايضا المجال الفني. شنو يمكن لك تقول لنا على على المسار الفني ديالك؟ وسمعنا بان عندك واحد الجديد ان شاء الله اللي قريب ان شاء الله يخرج للجماهير المغربيه. اولا شكرا بزاف على هذا الحوار. انا كنت مترده واش ندخل المجال الفني ولا لا، لان ديما عندي في المرحله الاولى الدراسه ديالي، فالوالده ديالي ديما كانت كتقول لي ضروري الدبلوم. وحتى انا صراحه ما الفن ما تقدرش تعرف واش غادي دير بلاصتك فيه ولا لا. دوكو جو بوفي با بروندر لو ريسك ونسمح في القرايه وندخل الفن. جي انسيستي افوار مون ديبلوم، والحمد لله هذا العام جو بريبار ما ليسونس، و اون ميم طون وجدت الاغنيه ديالي اللي ان شاء الله غادي تخرج في راس العام قريبا ان شاء الله. الى نوع غناء اختاريتي؟ اغنيه مغربيه شبابيه. وي شكرا لك. شكرا لك. ميرسي بوكو. كنشكر كاع الناس اللي جاوا اليوم يحضروا للام ديالي، وكنقول لها الله يخليك ليا والله يخليك ديما متالقه. وشكرا لكاع الناس اللي متابعيني على الانستغرام ولا على كاع لي ريزو سوسيو، سي تري جونتي. جو فوز ان بري، ميرسي بوكو، سي جونتي. قبل ما تخرج ما تنساش دير لايك الى عجبك الفيديو، ولا بغيتي تبقى توصل بالروبورتاجات حول الجاليه المغربيه في الخارج دير اشتراك للقناه مع تفعيل الجرس. mre24.com بوابه مغاربه العالم.